تقول: هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور وليس في الفطور؟ لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وبهذه المناسبة أود أن ينبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان، يحضرن معهن مبخرة وعودا ويتبخرن بها وهن في المسجد، فتعلق الرائحة بهن، فإذا خرجنا إلى السوق وجد فيهن أثر الطيب، وهذا خلاف المشروع في حقهم. نعم، لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها، وأما أن يتبخر النساء بها فلا. نعم.